هنروح بعد كده لاخبارنا المحليه، ده كان اخر خبر معانا داخل جدران النادي الاهلي، وهنبتدي اخبارنا المحليه من اتحاد الريشه الطائره. اتحاد الريشه الطائره الحقيقه كان عمل انتخاباته من حوالي سنه، ولكن في انتخابات تكميليه على منصب الرئيس، نزل الاثنين على منصب الرئيس، نزل كابتن علي حسب الله على منصب الرئيس، وكان قصاده الدكتوره هاديه حسني البرلمانيه ولاعبه منتخب مصر السابق طبعا وبطلة مصر والبرلمانيه الحاليه، نزلوا قصاد بعض في الانتخابات، ولكن الانتخابات انتهت بفوز علي حسب الله بنتيجه 5 أصوات لـ4 أصوات. مبروك طبعا كابتن علي حسب الله، ونقول طبعا للدكتوره هاديه هارد لاك، والاثنين طبعا هدفهم هو خدمه ومصلحه لعبه الريشه الطائره. الانتخابات كانت قويه جدا، وحضر كل طبعا اعضاء الجمعيه العموميه، وهم هليوبلس والزهور وطلاء الجيش واتحاد الشرطه الرياضي والشمس وهوليليد ونادي بني سويف ونادي معلمين بني سويف ومعلمين بيبا الرياضي. طبعا دول اعضاء الجمعيه العموميه، وحضروا كل نادي ادلى بصوته. خلصت هم طبعا عددهم 9، خلصت الانتخابات بفوز 5-4. بنبارك طبعا للدكتور علي حسب الله، بنقول طبعا للدكتوره هادي هارد لك، وطبعا هيكمل الدكتور علي حسب الله الدوره دي لغايه اولمبياد باريس ان شاء الله 2024، وبعد الاولمبياد ان شاء الله هيتم اجراء انتخابات جديده لكل الاتحادات. نتمنى ان شاء الله التوفيق لفريق ريشه الطائره، لانه من الاتحادات اللي باذله مجهود كبير جدا.